بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الأنواع التي يأتي عليها الفعل كان؟ النوع الأشهر هو كان الناسخة أو الناقصة، وهي تلك التي لا تكتفي بمرفوعها وإنما تحتاج إلى ما يتمم المعنى، وقد يكون هذا المتمم مفردا أو جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف. وهذه هي أنواع الخبر الذي يتمم معناها، مثل قولنا كان المعلم واقفا، أو كان المعلم يشرح الدرس، أو كان المعلم خطه جميل، أو كان المعلم في الفصل. والنوع الثاني لكان هو كان التامة، وهي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى ما يتمم معناها، وهي حينئذ فعل لازم يرفع فاعلا، مثل قولنا اجتهد الطلاب فكان النجاح. فكلمة النجاح تعرب فاعل لكان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكان في هذه الحالة تعد فعلا لازما، وذلك من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي حيثما وجدت. فالتاء في كنت ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وليس اسم كان، لأن كان هنا هي كان التامة وليست الناقصة أو الناسخة. والنوع الثالث لكان هي كان الزائدة، وهذه أي كان الزائدة تختلف عن النوعين السابقين في أنها ليس لها معمول، لا اسم ولا خبر مثل كانت الناقصة، ولا فاعل مثل كان التامة، وإنما تأتي فقط للدلالة على الزمن الماضي. وأشهر مواضعها هو التوسط بين ما التعجبية وفعل التعجب. فإذا قلت ما أروع الحضارة المصرية، فإذا وضعت كان بين ما وأروع، هنا تكون كان الزائدة التي ليس لها اسم ولا خبر ولا فاعل، تقول ما كان أروع الحضارة المصرية، فتعرب هنا كان زائدة مبنية على الفتح.